نرحب بكم في هذا الملتقى التقدمي الأسبوعي، ملتقى التقدمي الأسبوعي، والذي نسلط فيه في هذه الأمسية على قضية من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام البحريني، وهي قضية البحرنة. وعندما نقول البحرنة فإننا نعني بها منح البحريني الأفضلية في العمل وشغل الوظيفة في مقابل الأجنبي إذا كان صالحاً لأداء العمل والوظيفة من حيث الكفاءة المطلوبة للعمل والوظيفة، وأيضاً الأفضلية في الاستمرار في العمل في حال كان التوجه لدى المنشأة هو في تقليص اليد العاملة. والمتابع لسوق العمل خلال السنوات والعقود الماضية يجد أن مؤشر البحرنة كان في انحدار دائم، حيث أصبح البحريني يأتي في المرتبة الثانية أو الثالثة في سوق العمل مقارنة مع الأجنبي. وهذا طبعا لم يأتي من فراغ، وإنما كان نتيجة للسياسات المتبعة خلال السنوات والتي نزعت الأفضلية عن البحريني واستبدلته بأفضلية الأجنبي. فهذه السياسات هي المسؤولة عن ما آل إليه وضعنا. ومن المؤسف أن مجلس النواب في أدوار الانعقاد السابقة كان شريكا في وضع هذه السياسات، أو أنه لم يتصدى لها. وفي السنوات الأخيرة ونتيجة السياسات المتبعة تحت عنوان تشجيع الاستثمار وجعل البحرين بلدا جاذبا للاستثمارات، وما يتطلب ذلك من فتح الأسواق وتحرير يد العامل الأجنبية من القيود من خلال ما سمي بالفيزا المرنة، اتسع مفهوم البحرنة ليشمل التجار البحرينيين وخاصة التجار الصغار والمتوسطين الذين وجدوا أنفسهم في تنافس غير متكافئ مع المستثمرين الأجانب، ووجد الكثير منهم نفسه مضطرا لإغلاق محلهم والانضمام إلى صفوف العاطلين. وفي الفترة الأخيرة بدأت مسألة البحرنة تقفز إلى السطح، فمع بدء انعقاد الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب تحرك النواب من داخل المجلس لطرح مسألة البحرنة، وكان لنواب كتلة التقدم أفضلية السبق في رفع الصوت وطرح قضية البحرنة بقوة داخل المجلس والمطالبة بإحلال البحرينيين محل أجانب. وقد لقى هذا المطلب تفاعل من مختلف شرائح وفئات المجتمع على وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بإصلاح سوق العمل وإعادة الاعتبار للبحرينيين في سوق العمل، وهو ما كان له صدى لدى بعض الجهات الرسمية والمسؤولين، فبدأوا يطرحون بعض المشاريع والإعلانات التي تستهدف توظيف البحرينيين العاطلين. وبدأت مسألة البحرنة تطرح نفسها بقوة على الساحة المحلية كمسألة حيوية وملحة. البحرنة هدف استراتيجي أم ردة فعل آنية؟ هو عنوان ندوتنا في هذه الليلة، ونستضيف في هذه الأمسية ثلاثة من المعنيين بهذه المسألة، هم النقابي جعفر خليل الأمين العام المساعد للإعلام والنشر للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والأستاذ محمد حسن العرادي وهو ناشط سياسي، وأخيراً الأستاذ يحيى المخرق عضو المنبر التقدمي. نبتدي حديثنا مع الأستاذ جعفر، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعاً. شكراً إلى الأخوة في إدارة المنبر التقدمي على الدعوة. أتمنى أن نوفق في طرح الموضوع بشكل مختصر وقدر المستطاع، وإن شاء الله وفقا أضع النقاط على الحروف. الإخوان يقول لي ربع ساعة، طبعا الحديث طويل وكبير في هذا الموضوع، وهناك أمور كثيرة الواحد يحب أن يتكلم فيها، ولكن طبعا لضيق الوقت سوف أركز على بعض الأمور الأساسية، وأتمنى أن أستطيع أن أوصل الفكرة. رقم واحد، أريد أقول أن هناك تناقضات في قضية البطالة بشكل غير طبيعي جدا.
عندما تنظر إلى سوق العمل تجد أن العمالة المهاجرة في البحرين هي نسبتها جدا عالية. طبعا يمكن أقول الأرقام بعدين، ولو أن الأرقام معلومة لدى الجميع أنها أعلى من النسبة العمالة البحرينية. هذا ما يعني ويؤكد على أن هناك موجود مجال كافي للعمالة البحرينية أن تغطي محل العمالة المهاجرة. الأجور، كل التصريحات وكل الدراسات بما فيها هيئة تنظيم سوق العمل تؤكد على أن الأجور للعمالة المهاجرة أعلى، وكذلك التأمينات الاجتماعية أعلى من العمالة البحرينية. هذا أيضا مؤشر آخر لأن في هناك خلل ما، بحيث أن اثنين يشغلون نفس الوظيفة، المعامل الغير بحريني يحصل راتب أعلى من من كم يوم كنت ألقي نظرة على أحد الشركات اللي عندي علاقة معها على الأجور. وظائف في المالية مثلا على سبيل المثال، 8000 دينار مسؤول المالية كان سابقا، شخص سابقا كان حوالي في حدود 7000 دينار. البحرينيين اللي يجون بعد هذا الموظف في المالية المتساويين في نفس الدرجة يستلمون رواتب تقريبا نصف راتب الأجنبي. هاي تناقضات طبعا كثيرة ممكن لو أتكلم فيها، وهي لا تعد ولا تحصى يعني. الآن على سبيل المثال أضرب لكم مثال آخر واقعي أيضا من شركة ممكن اللي أعمل فيها. البحرينيين يدربون الفنيين الغير البحرينيين اللي يجلبون طبعا على أنهم خبراء، والغريب في مدة قصيرة العامل المهاجر يرتفع راتبه ويؤهل إلى منصب، والبحريني اللي دربه لا زال موجود. هاي كلها تناقضات موجودة في السوق اليوم مع الأسف الشديد، قس عليها أيضا شركات أخرى. هذه ليست في الشركة فقط المعنية التي يعنيها، هناك شركات أيضا أخرى. تناقض آخر جدا في غاية الأهمية، وسوف أدخل في التفصيل في هذا التناقض، عندما نقول إن البحريني لا يستطيع، على حسب تعبير بعض المسؤولين، ليس لديه القدرة على تغطية بعض الوظائف. عندما نتكلم عن العشرينات، عن الثلاثينات فما فوق، شركة بابكو وألبا بالخصوص والمؤسسات الحكومية، البحريني كان يمسك هذه الوظائف ويبدع في وظيفته. يعني تصور أن شركة بابكو، خلنا نتكلم عن الستينات مثلا والسبعينات، مهن خاصة جدا تحتاج إلى مهارات مثل الميكانيك أو الكهربائي أو ما شبه ذلك. البحريني استطاعوا أن يجون تلك الوظائف في فترة قصيرة ويمسكون جميع هذه الوظائف. اليوم البحريني أصبح غير قادر على إجادة هذه الوظائف. الأسوأ من هذا كله إن في من 2012 كان في عمل على رفع نسبة البحرنة، إلى أن وصلنا إلى 2010. خلال هذه الفترة ارتفعت نسبة البحرنة نسبيا جيدة. بس بقول بعض الأرقام الآن سوف تشكل صدمة لكم، يعني إن البحرينيين الذين ارتفعت نسبتهم في الشركات المملوكة للدولة أو شبه مملوكة للدولة، خليجية أحيانا، مثل على سبيل المثال شركة مثلا بتروكيماويات، هي شركة بين الكويت وبين البحرين، شركة غارومكو شركة بين دول الخليج والبحرين، شركة ألبا أعتقد السعودية لها أسهم، وكذلك في بعض الشركات اللي هي 100% بحرينية مثل طيران الخليج وما أشبه ذلك. لو طلع الأرقام هي تقريبا، ما بقول 100% صحيحة، 90% إلى 95% صحيحة، لأن أخذنها من مصادر من تقريبا يعني شبه أكيدة، تؤكد على أن هناك تراجع بين الأرقام اللي كانت في 2009 و 2010، في تراجع إلى النصف تقريبا. أنا بريكم بعض الأمثلة بشكل سريع جدا. بابكو 82% قبل لما كانت في 2009 2010 وما شبه ذلك. هذا الحدود يعني لما أتكلم عن هذا الرقم 2009 ممكن حتى 2008 2010 لأن استقرت البحرنة تقريبا 82%. نسبة العمالة المهاجرة 18%. نسبة البحرنة حاليا 60%. 82% الآن 60%.
نسبة العمالة المهاجرة صارت 40، طبعا الرقم واضح. شركة أسري تكلم عن 47% بحرينيين، 52% غير بحرينيين. لما أتكلم عن نسبة البحرين الحالية 26%، فارق جدا كبير. يعني تتكلم إذا البحريني استقر بهم الحال وأصبحت الوظائف جيدة، ليش يصير هذا التراجع الفظيع؟ مجموعة شركة ألبا 82 تقريبا في التسعينات، في 2009 إلى 2010، 18% غير بحرينيين. الآن نسبة البحرينيين وصلت إلى 80%، يعني نزلت. مجموعة فولاد، ولا هي تسمى حديد الصلب سابقا، الآن أكثر من شركة، 65% كانت في 2010، حاليا 40%، نزلت إلى 40%، فارق واضح. شركة باص 80% بحرينيين سابقا، 20% طبعا عمالة مهاجرة، الآن 67%. 67%. ما بحاول أقرأها كامل، بس بأختار بعض الشركات لأن أنا مسوي جدول كبير، تمنيت يعني أن أعرض على الباوربوينت، ولكن من أجل الوقت أيضا. ناخذ الآن شركة الحد للطاقة، على حسب الإحصاءات اللي حصلت عليها 70% إلى 30، الآن 35%، تتكلم عن 35% من 70 إلى 35، وايد فارق. شركة، خلنا ناخذ شركة شوي فيها فارق أكثر، طبعا في بعض الشركات 100% مثل الشركة العامة للدواجن 100%، الآن صار 60 100%، تصور الآن 60، يعني 40% تقريبا خسرنا فيها. طيران الخليج 62، العمالة المهاجرة 38، الآن 62، يعني تقريبا ما في تغيير وايد. خلنا نروح إلى شركة واضحة شوي أكثر، بنيغاز. خلنا نروح إلى شركة بنيغاز. شركة بنيغاز طبعا النسبة ثابتة تقريبا، 95 كانوا العمال المهاجرة، 75 الآن، يعني فاهمين ما في فارق واجد كثير. عموما هذا مثال على التناقضات، يعني أنت المفترض تسعى للأفضل لا تسعى للأسوأ. كل ما مضت الأيام المفترض تكون البحرنة أكثر لأن تكون أسوأ. إذا تعدلت مثلا، بدأ التعديل في مثلا في 2002 خلينا نقول، إلى أن بشكل تدريجي وصلنا إلى 2010، بعد 2010 صار انحدار، أستطيع أن أقول عليه أنه انحدار، وليس وانحدار ليس بعادي يعني بشكل مفاجئ. لما أتكلم عن البطالة أتكلم عن نوعين من البطالة، اسمحوا لي يمكن مصطلح جديد يمكن من عندي هذا، بطالة الواضحة، عندي بطالة على شفير البطالة، وبغيت أركز عليهم ذلين شوية، بعدين بتكلم عن البطالة بعدين أتكلم عن التفصيل. هل الذي على شفير البطالة هم الأشخاص الذين تؤخر أجورهم بشكل من شهرين إلى ثلاثة إلى ستة أشهر، حتى بعضهم إلى سنة. لما تتكلم عن تأخير الأجور تتكلم عن مأساة كبيرة جدا. أنا بضرب لكم مثال حي، يعني عندي واحد في العائلة كل شهرين لازم تأخير، ثلاثة أشهر شهرين يستلم راتب، وحين أربعة أشهر ما يستلم راتب. ماخذ سيارة، يتم حجز على السيارة، المستأجر يهدده بالطرد لأنه ما حياته مو مستقرة، حياته غير، هذا يعيش وضع أسوأ من العاطل، لأن العاطل عارف مصيره لحد الآن، محصل لوظيفة. هذا الفقير اللي هو معلق بين العاطل وبين غير العاطل، يعيش مأساة صعبة جدا. فتأخير الأجور يشكل هاجس كبير، لا يختلف عن البطالة، لأن نفس اللي مجوع الشخص مجوعنا ومحاط له معلق له قطعة خبزة، كل ما بغى يلمس قطعة الخبزة علقت قطعة الخبزة عنه، يعني بطع ما أدري كيف يعني يستمر بهذا الحالة. لا يوجد لحد الآن حل جذري، مع أنه سهل جدا الحل أنك تربط الأجور الآن، ولو أن في مشروع كان مناقش هنا هيئة تنظيم سوق العمل من قبل حوالي شهر ونص، عارضين على الطاولة للنقاش على أنه ربط الأجور بالبنوك وتكون مراقبة سيستم خلال هيئة تنظيم سوق العمل، وأن تكون في بعض الإجراءات. أتمنى أن يكون
حقيقي هذا الإجراء، وأن تؤخذ إجراءات ضد الشركات التي لا تدفع، لأن هذا نوع أيضا من التعذيب. اسمحوا لي أن أستخدم هذه اللفظة. الأمر الآخر هو استغلال دعم تمكين، ما يختلف أيضا عن البطالة، لأن تصور يعني موظف يحلم بالوظيفة ويحصل على الوظيفة ثم يوظف 6 أشهر أو سنة على حسب دعم تمكين، 2 سنين بالكثير أقصى حد يعني، وهو على أمل أن يثبت، مجرد ينتهي الدعم يقولون لا اسمح لنا. يعني على سبيل المثال أضربكم مثال حي، أحد الممرضات تتكلم تشتغل في أحد عيادات بحرينية، فلما خلصت المدة أرسل عليها صاحب العمل قال لي اسمح لنا احنا خلاص الآن نستغنى عنك. قالت لي ليش تستغنى عني؟ أنا مو جيدة. قال لي أنت جيدة بس لأن دعم تمكين انتهى. قلت لي زي عندك موظفين غير بحرينيين، فلبينيات ما شاء الله عندك أكثر من النصف، خلي مكان واحدة منهم. قال لا صراحة أنا ما أقدر أستغنى عنهم. فهذا أيضا نوع يعتبر من التلاعب بأرزاق الناس. يعني الآن تمكين سبب مشروع، زين ما هي الاشتراطات حتى يعطي هذا المشروع نتيجة؟ فقط أنت تدعم 2 سنين والنتيجة ما هي؟ يعني يجب أن تكون جاد في أن حتى المشروع ينجح، تراقب الشركات تتخلى عن الموظفين وتفرض عليها بعض الضغوط تخلى عنها، لا بعد مرة أخرى يريد موظفين آخرين يسجلون في نفس الشركة اللي انفصلت العمان، يسجلون موظفين جدد ويعاملون بنفس الطريقة. أمر آخر هي العقود المؤقتة، وهذه مصيبة أيضا جديدة بعد. يعني عقد مؤقت، أعطيكم مثال، يعني عندي زوجة أخو، يعني اسمحوا لي بقول أضرب مثال حي لأنه شفته، يعني أحد زوجة عندي أخ عندي زوجته تشتغل 15 سنة بعقد مؤقت، فوين يا جماعة توقعون؟ في وزارة التربية، عقد مؤقت في وزارة التربية، وزارة حكومية طبعا فيها إشكال عشرات. أنا بغيت أقول إن في مشكلة، أنت ماذا تريد بالناس؟ ما تريدهم يستقرون يعيشون حياة هنيئة؟ لذلك أقول لكم إن ليس هناك فارق بين أنك تجيب موظف ما تعطيه وظيفة وبين موظف تعطيه عقد مؤقت، أو أنك تعطيه دعم تمكين مؤقت معلق، أو أنك تؤخر أجره. إذن هذه أيضا مشكلة تعتبر داخلة في أصل البطالة وليست بعيدة عن البطالة. طبعا ممكن شفتون إحصائية من كم يوم خلوها في الجريدة، باقي دقيقتين أنا الظهر يعني وما بقدر الظهر أسيطر على الموضوع، الحين هددني بدقيقتين، فأنا باختصر لأنه وايد كاتب عن البطالة. حاولت أنا ممكن لأن من رحت الاتحاد لحد الآن ما تو طالع، لأنه بس قاعد أحاول أن أشبع الورقة. بس على كل حال ما بتكلم في إحصائيات، ممكن يعطيني دقيقتين زيادة، بتكلم عن الأجور بشكل عام غير المدفوعة، وبتكلم قليل عن البطالة. الأجور غير المدفوعة اللي طلعت الجدول من كم يوم وزارة العمل بين 6 أشهر، يقولون إن تقريبا حوالي عدد الشركات 6 شركات اللي ما دفعت 6 أشهر، فاللي ما دفعت 3 شهور 4 شركات، اللي ما دفعت 3 شهور 5 شركات، اللي ما دفعت 6 شهور شركة واحدة. طبعا ما أدري الإحصائية، طبعا مو كلش دقيقة هذه الإحصائية. في 2018 الذين وصلوا للاتحاد اللي ما دفع عليهم الأجور اللي اشتكون بشكل سريع تجاوزوا حوالي تقريبا 270 شخص. ففي مصيبة وكبيرة، ولكن يعني تعالج بالتصريحات الجميلة، ولكن هي في الواقع بندول مؤقت يعني فقط. إنزين بتكلم عندي الفقرة أخير شيء فقط، أنا جايب شدة أوراق بس ظاهر ما بي الوقت، بس بتكلم عندي الفقرة، فقرة أخيرة. نسبة 25% الذي أقر هذا المشروع في 2000 أعتقد وأربعة وكذا ما أتذكر، يعني هذا المشروع أقر إن نسبة البحرنة يجب أن لا تقل عن 25% في الشركات. هذا المشروع المتواضع خلق فارق كبير من 2004 إلى 2010، رفع نسبة البحرنة. طبعا الآن عطل هذا المشروع واستبدل بمشروعين. مشروع الأول البحرين الموازي، دفع 300 دينار وخذ اللي تبغي عن كل راس، اسمحوا لي لهذا التعبير، عن كل عامل ادفع 300 دينار وخذ، السوق مفتوحة إليك.
طبعا هذا أجهض المشروع 25%، والمشروع الثاني هو التصريح. طبعا يمكن تكلمت فيه كثير هذا أنا سابقا، إن شاء الله وقت آخر يمكن نتكلم فيه بعمق. هذه المشروعين أجهضوا مشروع 25%، وأصبح اليوم 25% ليست ذات أهمية. أنا أقول حتى نحل البطالة في الشركات المملوكة إلى الدولة لا يقل عنها، المملوكة للدولة 100% لا يقل عن 50% تفرض فيها البحرنة، والشركات غير المملوكة للدولة يجب أن يفرض فيها 30% أقل شيء، أن يفرض فيها 30% إلى البحرنة. عندما نقوم بهذا المشروع المتواضع، وأؤكد لكم خلال بالكثير 10 سنوات لن تلقى أحد عاطل في الطريق، لأن البحريني مو كثير طبعاً. إحنا البحرينيين حتى لو أتكلم عن في 2002، قبل 2002 كانت مظاهر اللي يشتغلون في المركزي واللي بيعون في الشارع انتشرت ثم اختفت مع مشروع 25%. الآن طلعت ظاهرة جديدة، اللي يبيع الدرة واللي يبيع خبز الرقاق واللي يبيع السمك. هذه الظواهر يمكن القضاء عليها واستبدالها ب 30% أقل تقدير في الشركات سوف ينهي المعاناة. وأؤكد لكم أن هذا المشروع ناجح، ممكن أقول 10 سنوات كثير، بل هو حتى أقل من 10 سنوات. اكتفي بهذا المقدار وآسف على يعني الاستعجال. نشكر الأستاذ جعفر خليل على مداخلته القيمة، ونترك الحديث الآن للأخ أستاذ محمد حسن العرادي، ليتفضل. مساء الخير. في البداية أشكر الأخوة في جمعية المنبر التقدمي هذا الصرح العريق، ونتمنى لهم التوفيق الدائم، وأيضا أرحب بجميع الأخوة هذا الحضور الطيب الذي أبدى هذا الاهتمام الكبير بموضوع البحرنة. أنا في الحقيقة لن أتحدث كثيرا عن المشاكل لأن أخوي جعفر غطاها، وسأذهب مباشرة إلى اقتراح مشاريع حلول. البحرنة كل الناس تعرف بأن البحرنة مشكلة مزمنة في البحرين. قبل الحديث فيها وقبل الدخول في الموضوع إضاءات، 100 عام من التعليم كان يجب أن توفر كفاءات وطاقات وقدرات قادرة على أن تغطي كل المجالات. إذا كان حديث رسمي بأنه لا تزال هناك مشكلة، معنى ذلك بأن هناك مشكلة مباشرة في التعليم. إضاءة أخرى، 16 عام وزارة التربية والتعليم تحت قيادة مسؤول واحد، وزير واحد، يعني استلم المواطنين من 6 سنين لغاية ما خرجهم من الجامعة. إذا كان في مشكلة في سوق العمل فالمشكلة يتحملها هذا الوزير وتتحملها هذه الوزارة. أكثر من 50 سنة من موضوع تأسيس الشركات الصناعية الكبرى، كثير من الشركات تأسست في مطلع عهد الاستقلال. إحنا الآن نقترب من الذكرى 50 من عهد الاستقلال بعد 4 سنين. كل هالشركات الصناعية إذا لم تستطع أن تخلق كوادر بديلة قادرة على أن تغطي المواقع فهناك مشكلة في هذه الإدارات. لا يمكن أن تأتي شركة على سبيل المثال مثل شركة أسري اللي كانت تتوزع في عام 2008 بونسين في السنة، تعطي مرتين بونس مكافأة للعمال والموظفين، يجي في عام 2018 تنخفض نسبة الزيادات والمكافآت إلى 10 دينار في السنة للموظف. هناك مشكلة. لا يمكن أن تنخفض إدارات تنفيذية في كثير من المؤسسات إلى ما دون 30%. هناك مشكلة. لا يمكن أن تعلن شركة مثل جارمكو الإفلاس بعد ما كان عندها شركات موجودة في أمريكا وفي آسيا ناجحة وقادرة على أن توجه. هناك مشكلة في الإدارة. هناك مشكلة. نقطة أخرى أيضا إضاءة قبل أن ندخل في الموضوع، بعد تشكيل شركة ممتلكات وجدنا أن مشاكل الشركات تزداد. هناك مشكلة أيضا. ألو، أيوة،
بعد تأسيس شركة ممتلكات وتسليمها قيادة الشركات الحكومية والشبه الحكومية زادت المشاكل الإدارية والتنفيذية في كثير من القطاعات. إذن هناك مشكلة في إدارة شركة ممتلكات بشكل أو بآخر. في الجانب الثاني هناك مشكلة تتعلق بإلقاء المواد التي كانت تحكم موضوع البحرنة عندما تم تعويم المواد في القانون في عام 2012 إذا مش غلطان، وبالتالي هناك من يتعمد أو على الأقل تغريغ يتخبط بشكل يؤدي إلى خلق المشاكل. إذن هؤلاء الذين يتحملون المسؤولية مطالب بأن يتم محاسبتهم ومراقبتهم وربما في مرحلة من المراحل استبدالهم، لأن أنت لم تنجز شيء، أعطني تقييم. إضاءة أخيرة قبل الدخول، موضوع مجلس النواب. أنت تأتي بمجلس نواب، يستمر مجلس نواب 16 سنة، هذا المجلس يحتاج إلى صلاحيات حقيقية ليمارس دوره في الرقابة ودوره في التشريع ودوره في عملية الإصلاح. لا يزال المجلس بين كل فترة والثانية يقولون تو بادي. كم مرة بيبتدي؟ 4 مرات، الحين المرة الخامسة تو بادي. محتاجين نحط عملية تراكم تؤدي إلى أن هذا المجلس يصبح له أذرع، يصبح له مؤسسات تتبع وقادرة على أن تنجز معه. في الورقة المعنونة البحرنة حق وواجب ومسؤولية، العمل حق وواجب ومسؤولية لكل مواطن وخاصة أولئك الذين يمتلكون المؤهلات والكفاءة وما أكثرهم في البحرين، خاصة في الوظائف الإدارية والتنفيذية في القطاعين العام والخاص، ويجب تقديم البحريني على الأجنبي في كل المجالات حتى لو احتاج لتدريب أكثر. أنت عندك بحريني، عندك أجنبي، جبت سنة سنتين، أعط فرصة أن يكون مرافق إلى واحد يتدرب ياخذ محله. أعطني أنا كمواطن خطة عمل تقول أن هذا خلال سنتين في عملية إحلال، مو على كيفك أنت تحطه وتخليه. بضرب لكم مثال، في مستشار في شركة أسري أنا تكلمت عنه، سنتين يعيد هيكلة أسري. خبروني أنتون كل واحد من الاقتصاديين وغير الاقتصاديين، هل يمكن أن تعيد هيكلة شركة في سنتين؟ في إشكال. في مواقع أخرى أيضا في مستشارين يبيعون ويعطونك وهم، هذا المستشار بعد سنتين جاب يا مستشار لبناني آخر، هو يا 1000 دينار تقريبا، والمستشار ياخذ 8000 دينار، 20000 دينار على اساس يعيدون هيكله شهريا عشان يعيدون الهيكله، والهيكله تؤدي الى انخفاض الارباح وزياده المشاكل والتوترات بين العمال البحرينيين والاجانب. هناك حاجه الى تاسيس بنك معلومات لديه معلومات وافيه عن الكفاءات البحرينية في مختلف المجالات، على أساس أي شركة تجي تبغى تشتغل تقول لها تفضل هي قائمة الكفاءات، وش تبغين؟ محاسبين موجودين، إداريين موجودين، مش عارف، موارد بشرية موجودة، في كل شيء موجود. نلاحظ أيضا في هذا الجانب بأن معظم الشركات إدارة الموارد البشرية يسيطر عليها بحرين، أجنبي، وبالتالي هذا يجيب من؟ يجيب جماعته. هناك حاجة إلى تشكيل مركز وطني للتوظيف، مو برنامج وطني للتوظيف، لأن البرنامج الوطني للتوظيف ما وضع حل. البرنامج الوطني للتوظيف حط 4 نقاط ما فيهم غير نقطة واحدة فيها شوية فائدة، اللي هي نقطة أن أنت رفعت بدل التعطل من 150 إلى 200 دينار. موضوع التدريب هم خلصين منه، كل الناس متفقة لأن بحاجة إلى التدريب، بس التدريب الذي يؤدي إلى التوظيف أو الترقي، مو التدريب اللي يؤدي إلى التدريب، لأن الحين إحنا عندنا ما شاء الله التدريب يؤدي إلى مزيد من التدريب. وانت تتكلم ايضا على النقطه الاولى اللي هي التسجيل، مو انت طول الفتره الماضيه عندك تسجيل، وين راحت القوائم اللي سجلتهم؟ زين، انت حط تسجيل مره ثانيه، والتسجيل يؤدي الى تسجيل. موضوع ثالث اللي هو موضوع التاشيره المرنه، اللي هو انت زدت نسبه المبالغ المطلوبه من 500 من 300 ل 500. طيب انا ما يدخل في جيبي كمواطن شيء، انت بيدخل عندك فلوس وبتدورها وبترجعها الى تمكين، وتمكين بتعطيها المؤسسات الأجنبية اللي تجي في البحرين، وفي أكثر كثير منها شركات وهمية تتوزع الفلوس على الصينيين وعلى الهنود وعلى البتان وعلى كل البشر.
هناك حاجة إلى تعزيز الشفافية. ما في شفافية، المعلومات المتوفرة غير دقيقة. أنت تتكلم عن البطالة، يقول لك إن يقول لك الأجهزة الرسمية إن هناك 4%. زين يعطونا أرقام 4% يعني كم؟ ما ندري كم 4%. زين يجي مؤسسات أو يجي جمعيات أو جهات مثل هذه الجمعية الكريمة تسوي استبيان وتقول إن العطالة والبطالة في حدود من 18 إلى 20%. لا، طريقتكم غلط. شنو طريقتنا غلط؟ شيء أنت إنسان وأنا ما إنسان، أنت عندك خبرة إدارية وأنا عندي خبرة إدارية، فأنت تعال قعد وياي وخلنا نتناقش نتفق. إذا في شفافية في إفصاح عن معلومات ما في مشكلة. النقطة الثانية موضوع الإحلال والاستبدال. في البحرين في القطاع الخاص في نسبة البطالة أو نسبة الأجانب في حدود من 75 إلى 80%. زين هل هذا الكم الهائل من البشر طوال السنوات أنا ما أنا قادر أن أخلي أحد مكانه يحل، وبعدين تمكين بدل أن تكون حل أصبحت مشكلة؟ الكلام اللي قال أخوي جعفر هذا يدل على أن هناك مشكلة، لأن أنت عودت رجال الأعمال والمؤسسات الخاصة أنه يتعامل مع المواطن البحريني بشكل مؤقت من قبل البحريني، من يطوف عليه فترة تدريب 3 شهور أصبح عقد دائم. الحين كل العقود مؤقتة، وبالتالي أنت قاعد تخلق لي مشكلة. تعطيهم فلوس، هم يأخذون الفلوس، كل واحد يجي مثل يمكن كلكم لاحظتون الكلام اللي قالته الأستاذة المحامية فاطمة الحواج، عندها سائق طلع راح يسوي شركة استثمار يقدم استشارات إدارية ومش عارف إيش. ففي مشكلة حقيقية. أعتقد حان الوقت لإلزام الشركات بالإعلان عن المواقع الشاغرة لديها، وعن أيضا نسبة تحفيز للبحرنة. هناك أيضا حاجة إلى وضع خطة زمنية في مجال البحرنة لرفع النسب. العودة إلى فرض نظام النسب البحرنة. طيب النظام هذا كان شغال حلو، أنت وش المبرر أنك تلغي؟ الشركة كانت موجودة، لما كان أنت تحط 35% نسبة البحرنة في الشركات وكانت الشركات راضية. ما كان في شركات؟ كان في شركات، كانت شركات موجودة في كل المجالات الصناعية والخدمية واللوجستية وكل شيء كانت موجودة. أنت وش المبرر أنك تلغيها تقول أبغى أفتح السوق؟ افتح السوق في النص الخاص فيك، في الجهة اللي عندك اللي هي 70%، لا تفتحها في الجهة الخاصة بالبحرينيين، لأن البحرينيين على قولة اللبنانيين معترين ولون أبو خيرهم. هناك حاجة إلى إعادة هذا الحد الأدنى لنسبة البحرنة في القطاع الخاص بما يتناسب مع نوعية الأعمال التي تؤديها هذه الجهات. أيضا هناك حاجة إلى وضع نظام تحفيز للمؤسسات التي تعنى بالبحرنة. إذا في مؤسسة قاعدة تطبق البحرنة، يعني أنا أمس أسمع أنه في مجموعة بنكية نسبة البحرنة عندها 97%. يا أخي أنا أضرب لهم سلوت هذلين بغض النظر. إذا عندك نسبة بحرنة في حدود 97% أشيلك على رأسي أقول لك يعطيك العافية، بغض النظر عن أنت وظفت من، المهم أن أنت وظفت بحريني. بعيدا عن هاي القضايا، بعدين هناك حاجة مرة أخرى إلى إلزام الشركات بالإفصاح عن بياناتها على الأونلاين، على مواقع الإلكترونية، على أساس أنا ما أحتاج أجي أسألك، أنا أخذ بياناتك أحللها أعرف أنت ملتزم بالبحرنة ولا ما أنت ملتزم بالبحرنة، عندك خطة لبحرنة الوظائف ولا ما عندك خطة لبحرنة الوظائف. أعتقد هناك هذه الحاجة. في النقطة التالية الاهتمام بنوعية وكفاءة التعليم والتدريب. مثل ما أنا قلت من البداية عندنا مشكلة مزمنة مع وزارة التربية والتعليم. إحنا الحين نحتفل بالمئوية 100 سنة وبعدنا نقول إن المخرجات مال التعليم غير مناسبة. يا جماعة في مشكلة. زين هالمشكلة من حلها؟ زين أنت 100 عام من التعليم بعدك تحتاج تجيب مدرسين من برا، كيف يصير؟ 100 عام بعدك تحتاج تجيب أطباء من برا، كيف يصير؟ 100 عام بعدك تحتاج تجيب إداريين من برا، شلون يصير؟ لو أنت بتجيب مستشارين وتجيب ناس يجون يعطون دورات تدريبية في مجالات تقنية أو متطورة حديثة، ما عليه بقدر لك، بس أنت تجيب معلمين يدربون واحد عمره 25 سنة تو طالع تو متخرج من الجامعة، أنت تجيبه هنا وتخلي ولد البحرين اللي قاعد ما يشتغل، طيب هذا عنده خبرة غير وهذاك ما عنده خبرة، يعني واحد طبيب تو متخرج وماخذ ليه سنة هناك في بلده، أنت ما أجريت عليه امتحان، وهذا البحريني يتم له في حدود من 10 إلى 15 سنة حتى يحصل شغل.
الأول كان المواطن البحريني اللي يطلع في وزارة الصحة أو بعد 5 دقائق. إنزين يحصل في حدود 1500 دينار، الحين تعطيه 500 دينار. تصوروا يا إخوان، واحد يتخرج بكالوريوس في 3 سنوات، في الهند تخرج 3 سنوات، في جامعة الأيم تخرج 3 سنوات، تمام، بكالوريوس يستلم 450 دينار حسب نظام وزارة العمل، قد الطبيب اللي متخرج اللي درس 6 ولا 7 سنوات بعد يستلم 450 دينار. وش المنطق يعني؟ في شغلات محتاج لتصليح، فرق بين المهن، فرق بين الخدمات، فرق بين، تمام. وزارة التربية والتعليم بحاجة إلى أن تنفصل عن وزارة التعليم العالي، ما يصير وزارة التربية والتعليم هي اللي تدير التعليم الثانوي والتعليم الأساسي وبعد تدير التعليم الجامعي، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، توافق على هذا آخر جامعة وما توافق على هذا آخر جامعة وتقول كيفي، لأن ما تعطي مبررات له أنه والله اللجنة وجدت أنت مو كفاية. يا أخي افصح المعلومات، تقول هذا أخطأ في شنو، صلح أخطاء ماله. يعني على سبيل المثال يقول لي أحد المسؤولين، كان في عدد الطلبة الكويتيين اللي يدرسون في البحرين من 3 إلى 5 آلاف طالب جامعي، اليوم انخفض العدد إلى أقل من 1000. طيب هذه مو خسارة للبحرين؟ خسارة في كل شيء، في التسويق، في كذا، في كل شيء، في الإيجارات، في العقارات، في السيارات، في المواد الغذائية، في كل شيء. زين، وهذه يعني إيرادات مضمونة. تعزيز دور مجلس النواب الرقابي وجمعيات مؤسسات المجتمع المدني، هناك حاجة للسماح للنواب، السادة النواب، بأن يصلوا إلى المعلومة. لا تعذبه، أنت الأول عنده 3 مندوبين، الحين قلت له بس لك بس 2 ولازم يكونون في نظام الحكومي، بس أنت قاعد تزنط عليه، قاعد تعطيه يعني ضايق عليه أكثر من لازم. بعدين هو مو قادر أنه يلحق لا على شغل ماله ولا على تنسيق ولا على وفي نفس الوقت ما عنده فرصة ينسق مع مؤسسات المجتمع المدني. هناك مؤسسات مجتمع مدني قادرة على أن تساعد وتقدم المعلومات والبيانات، مثل اتحاد العمال، مثل النقابات، ما شاء الله موجودة البلد متروسة نقابات، اسمحوا لهم يقعدون يا النواب ويتبادلون ياهم التنسيق وإلى آخره. أعتقد هناك حاجة إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني. ما عليه، سامحني شوي وسامحوني الأخوة. موضوع البحرنة مرتبط بالسلم والأمن الاجتماعي. أنت إذا جبت لي كل الوظائف عندهم أجانب، المطار أجانب، الأمن أجانب، المش عارف إيش أجانب، يا أخي أنت ما تضمن هذين الناس الموجودين، الأجانب الموجودين في كل هالمواقع مرتبطين بمن؟ مرتبطين بمافيات، مرتبطين بمصالح أخرى، مرتبطين بأجهزة ما تعرف، بينما ولد البلد أنت تعرف تفاصيله من أول طأطأ عليكم السلام. يا أخي جيب هذين الأولاد البحرين وعلمهم ودربهم واشرف عليهم واخرج انتج ناس يتحملون المسؤولية ويؤمنون بالعمل الاجتماعي ويؤمنون بالمسؤولية المجتمعية. فإذا هناك حاجة للالتزام بالمسؤولية المجتمعية في إطلاق المبادرات. أنا تقديري احنا عندنا مشكلة بأنه كل واحد يقول أنا ما يخصني. شلون ما يخصك؟ كل واحد يقول الحكومة ما تبغي. يا أخي الحكومة تبغي ولا ما تبغي هي خصها هي، المشكلة أنت تبغي ولا ما تبغي. أنت إذا أنت تبغي تشتغل بتروح بتدور لك طرق، الحكومة تسكر باب أنت افتح باب ثاني، سكر دريشة اطلع مش عارف إيش اشتغل. يا أخي في أشخاص اليوم يطلعون يبرزون يقدمون عمل بمختلف المجالات، واحد مثل أخونا أبو عبد اللطيف الزياني قاعد يبدع، اوكي تختلف يا تتفق يا، بس هو قاعد كل يوم يطلع لك من صوب. زين يا اخي كل الناس، كل الاشخاص، كل النشطاء مطالبين ان يبذلون جهد. هناك ايضا مؤسسات بديله ورديفه، مجالس قاعده تطلع مكان الجمعيات، مجلس مثل مجلس اخونا الدكتور محمد الكويتي، مثل مجلس مثل مجلس الدوي، مثل مجلس مثل هاي المجالس قاعده تقدم خدمه، قاعده تقدم دور يوازي أو يواكب دور الجمعيات السياسية. حتى ما في داعي أنت تقول إن أنا مسكر قدام الأبواب، الأبواب ما تتسكر، لأن اليوم مع عصر التقنية وعصر انتقال المعلومة بهالشكل ما فيش باب يتسكر له، فضاء مفتوح. فلا أحد يقعد ما يشتغل ويقول إن أنا مسكرين عليه، مسكرين عليك في صوب اشتغل من صوب ثاني. افصح عن رأيك. آخر نقطة وأسف على الإطالة، طبعا أنا أطالب أيضا بتمكين مؤسسات المجتمعي من الحصول على الدعم المادي والمعنوي. ما يصير أنت تشتغل تطلب مؤسسات مجتمع مدني تأدي دور
وانت مسكر عليها تقول لها ممنوع تتصلين بالمؤسسات الأممية، ممنوع تتصلين بالمؤسسات الدولية، ممنوع تحصلين دعم، ممنوع كذا، ممنوع. زين يشتغلون على ويش؟ سيارات مال فوكسويغن أيام هتلر شغلهم على تراب مال على وجه، ما يصير يا أخي. كل شيء يحتاج إلى دعم. هناك حاجة إلى تشجيع المجتمع المدني لإطلاق مبادرات أهلية ودعمه ماليا وإعلاميا. النقطة الأخيرة، سبق أن احنا طرحنا مبادرة اسمها البحريني أولا، وقدمنا هذه المبادرة إلى وزارة العمل، وللأمانة الشديدة كان في تجاوب جدا مع الوزارة، وقيل لنا بأن هذه المبادرة ستوضع موضع التنفيذ. صار لنا الحين سنتين وإحنا نراكض وما استوت المبادرة. المبادرة ببساطة تدعو إلى تحويل مؤسسات المجتمع المدني من مؤسسات تطوعية إلى مؤسسات غير ربحية، من حقها أن يكون عندها جهاز تنفيذي موازي للجهاز الإداري المنتخب، على أساس تقدر تبدع. أنت ما يصير تبغينا، أنا عندي الحين مثلا على سبيل المثال، الحين أنت طلعت إلى التقاعد 7000 شخص، هذين كلهم خبرات، صحيح دكتور ولا لا؟ كلهم خبرات، وين يروحون؟ يقعدون يشربون شاي وقهوة؟ خلي يشتغلون على الأقل في القطاع الأهلي. فهناك فرص كبيرة جدا لكي يتطور هذا القطاع ويكون يخلق وظائف. أنا آسف على الإطالة، شكرا لكم على صبركم. نشكر الأستاذ محمد حسن على ورقته القيمة، ونعطي الحديث للأستاذ يحيى المخرق، فليتفضل. شكرا، مساء الخير جميعا. يعني أعتقد الأساتذة كفوا ووفوا، وأنا يعني عندي مداخلة ومجموعة من النقاط يمكن فيها شوي بعد في الترابط، وبذكر شوية إحصائيات يعني من اللي حصلنا عليها في استبيان تقدم للعاطلين عن العمل، ويعني زاوية بتكلم في زاوية شوي مختلفة. يعني إذا فكرنا أن احنا نحلل قضية البحرنة ونعرف أصل المشكلة ومن وين طلعت، ولازم نحلل أسبابها وشلون صارت في البداية، ومفتاح الحل يكون هناك. قبل يعني بعد لا ندش في الموضوع، من المهم أن احنا نركز على المسميات، يعني المسميات الصحيحة والرسمية حسب منظمة العمل الدولية. نسمي العمالة المحلية والعمالة المهاجرة، يعني ما في في الأدبيات العمالية اللي احنا نستخدمها اليوم في كل هذا، العمالة الأجنبية، الأجانب إلى آخره، يعني بالذات برا يعتبرونه نوع من أنواع التمييز ضدهم، بس المصطلح الأصح هو العمالة المحلية والعمالة المهاجرة. بعد لازم نأكد أن احنا مشكلتنا مو عنصرية، ولا احنا ضد هذين العمال ولا ضد العمالة المهاجرة، احنا مع العامل في حقوقه ايا كان اصله وعرقه وجنسه وجنسيته. مشكلتنا مع سياسات سوق العمل المتبعه يمكن منذ الستينات اذا تقديري كان صحيح، وصولا الى مشروع اصلاح سوق العمل رؤيه ماكنزي، والاضافات الاخيره اللي صارت على مجموع القوانين اللي تنظم سوق العمل بما فيها العمل المرن ونسب البحرنة. مشكلتنا مع من يتبنى هذه السياسات ويرتزق عليها من الدولة ومن كبار التجار، هذين اللي مشكلتنا وياهم، ولازم نكون واضحين وصريحين ونعرف مشكلتنا ويا من ونحددها على أساس نقدر نحلها. وفوقهم مافيات سوق العمل اللي متعايشة على هذه النظم وقاعدة تتكسب من وراها. إذا رجعنا بعد إلى الأصل، ليش في عندنا عمالة مهاجرة في سوق عملنا؟ يعني سواء ليش البلد تجذب عمالة مهاجرة، وليش العمالة المهاجرة ترغب أصلاً في الهجرة؟ وهذه ظاهرة عالمية أساساً، موضوع الهجرة مو شيء خاص في البحرين. يعني هي لأسباب اقتصادية، العمالة المهاجرة لما يكون ما عندها مورد رزق كافي في بلدها، فهي دائما تنظر إلى الذهاب إلى يعني مناطق جغرافية ثانية توفر فيها الفرص، توفر لهم حياة كريمة، يقدرون
يعني يعيشون فيها ويستقرون فيها. مع أن إحنا هذه الجزئية بعد مشوهة عندنا، لأن إحنا عادة يعني العمالة المهاجرة لما تهاجر خلاص تستقر في الأماكن اللي تروحها، إحنا عندنا هني لا، تبقى مرتبطة بلدانها وتبقى دائما على يعني أمل الرجوع، واستثماراتها ومدخراتها دائما تكون في البلدان الثانية مو عندنا. وهذا اللي خلل في مسألة الجنسية ومسألة يعني القدرة على الاستقرار في البلد. الجانب الثاني اللي هو يعني بشكل تاريخي هو مسألة الحاجة إلى الخبرات. لما البلد كانت في مرحلة تحتاج تأسيس إلى الشركات الكبرى وتأسيس إلى مؤسسات كبيرة، فهي كانت تحتاج إلى خبرات متمكنة أكاديمياً احترافياً تجي تساعد في إدارة هذه المؤسسات. وأعتقد إحنا في حالتنا الخاصة البحرينية كان في سبب بعد رئيسي، وهو سبب مسألة محاولة الحكومة يعني عدم السماح لأي قوة عمالية بأن هي تفرض وجودها في هذه المؤسسات. يعني بدءا من انتفاضة 65، أنا يعني أعتقد في قراءتي أن من هني هذه اللحظة اللي سببت شكلت فارق، أن لازم يكون في عمالة أجنبية أو عمالة مهاجرة موجودة نوعا ما تسيطر عليها الدولة أساس تمنع يعني العمالة المحلية والنقابات من أن هي تفرض قوتها وتحقق أي نوع من أنواع المطالب. هذا يعني على سبيل يعني الإضراب هو أقوى سلاح لدى النقابة ولدى الحركة العمالية، وكان هذا توجيه إيجاد العمالة المهاجرة على أساس ضرب هذا السلاح بشكل أساسي. ومثال يعني قالت أسامي واجد شركات اليوم، يعني لا بأس إن إحنا نكرر بعد، يمكن بابكو مثلاً مع التطور الكبير اللي عندها والتدريب اللي صار وخرجت يعني بالذات اللي بدوا فيها في بداياتها وصلوا، لأنهم يديرون يعني مفاصل مهمة في البلد، اتجهت لأن هي تجيب يعني عمالة مهاجرة في كل مكان، بس على أساس لو صار إضراب لو صار أي شيء ما يكون للنقابات وللعمالة المحلية كلمة قوية في المؤسسة. الجانب الثاني هو ليش في كل مكان في العالم في عمالة مهاجرة بس ما في مشكلة يعني واضحة بهالحجم نفس اللي عندنا، هو مسألة عدم وجود حد أدنى للأجر. الحد الأدنى للأجر كمبدأ هو موجود على أساس يضمن لكل من يعمل الحد الأدنى من الحياة الكريمة، القدرة على العيش، القدرة على الإنفاق، القدرة على السكن إلى آخره. إحنا هني تم تصميم النظام على أن بشكل غريب يعني ما يطبق في أي مكان في العالم، إحنا ندفع للعامل المهاجر على أساس بلده، كم يكفي يعيش عائلته في بلده ويأكل ويشرب ويسكن عندنا هني، في حالة من حالات إعادة إنتاج العبودية. يعني وش فرقت العبودية على أن الشخص يعمل من أجل أكله وشربه ونومه على أنه يعمل لنفس الشروط، ويعني في شروط سيئة جدا هي أفضل من العبودية بقليل، ولكنها واحدة من أشكال العبودية الحديثة. أنا أعتقد أن يعني دائما ابحث عن من استفاد من العمالة المهاجرة ومن النسب العالية لها في الشركات. اللي استفاد تجار، يعني التجار المقاولين الشركات سمهم اللي بتسميهم، اللي كانوا يستجلبون عمالة أجنبية أو عمالة مهاجرة رخيصة مكنتهم من مراكمة الملايين من الأرباح، أو مراكمة الملايين كأرباح من خلال يعني الاعتماد على كلفة تشغيلية أقل
ومدام هذا الخيار موجود بالنسبة لهم، وش اللي يخليهم يشغل، وش اللي يخلي مؤسسة تهدف إلى الربح وهدفها الفرد مالكها أنه يشغل البحريني وتعطيه الراتب اللي يقدر يعيشه؟ تفضل. العمالة المهاجرة، وللأسف أن يعني نقاباتنا والمؤسسات النقابية ما قدرت تحتوي هذه العمالة في ضمن هياكلها، ما قدرت أن هي تخليها جزء واحد، لأن النظام أيضا فصل بطريقة يفصل ما بين هاي العمالتين المحلية والمهاجرة، على أساس أن العمالة المحلية في مستوى معين والعمالة المهاجرة في مستوى آخر، ولهم بنفسهم قدروا أنهم ينظمون نفسهم، يعني ما في أي شيء يمنع من أن العمالة المهاجرة يسوون لهم نقابة خاصة فيهم. موضوع يعني القوانين تسمح بإمكان أي عدد من العمالة المهاجرة يتقدمون بطلب إلى وزارة العمل للإشهار، بس هذا بعد مو حاصل، لأن دائما هم مهددين بحسب نظام الفيزا، بحسب النظام الثانية، أنهم يرحلون من البلد، فهو ما له حقوق تسمح له أنه يعني يطالب بحقه. وإذا تلاحظون يعني كل ما بين فترة تنفجر مشكلة كبيرة بالذات عند العمالة المهاجرة، ويطلعون في مسيرات ومظاهرات، مع أن اليوم مسيرات مو مسموح لها في البلد، أي مسيرة تطلع لو كانت من 5 أشخاص فيها اعتقالات وفيها قمع وفيها أحكام تواصل إلى 10 سنين وأكثر، وهذا بس هذا لين يوصلهم الجوع، يوصلهم الألم، يوصلهم أنهم يطلعون وما يهمهم أي شيء يعني. وهذا مؤشر جدا خطير على سوء الأوضاع اللي إحنا بعد معنيين بإصلاحها. أرجع وأربط أن هذا دائما هو أو هذا يعني نتاج إلى غياب الحد الأدنى للأجر، وهذا مطلب لازم يكون أساسي إلى كل من يريد يعني مصلحة البلد، لكل من يريد إصلاح وضع العمالة في البلد. أنا أعتقد نحتاج إلى إصلاحات جذرية في سوق العمل ترجع للمجتمع توازنه وتوفر له الاستقرار، بحصول البحرينيين والعمالة المحلية على وظائف راح تقدم استقرار مجتمعي وأمن اجتماعي. أنا أعتقد إحنا نحتاج إلى تضخيم الزخم اللي حاصل اليوم حول قضية البطالة أو البحرنة، واللي اندفعت مجتمعيا ونيابيا، وأيضا على مستوى الحكومة هناك تجاوب، ويعني أنا أعتقد الاستبيان اللي سويناه واللي التصريحات اللي بدأنا فيها كان لها دور أساسي في هذا التحرك. أيضا أعتقد نحتاج إلى تدعيم النواب بالرؤية السليمة لمعالجة القضية لتوجيه اندفاعهم المحمود في المسار الصحيح. يعني أنا أعتقد سمعنا من مجموعة يعني جيد أن الكل من النواب اندفعوا ودافعوا عن هذه القضية وفي نفس هذا التوجه، ولكن سمعنا آراء غير صحيحة، آراء غير منطقية، آراء يعني خاطئة من بعضهم اللي قالت. فأنا أعتقد في يعني علينا مسؤولية أن احنا نوصل لهم ونشرح لهم ونوجههم على أساس يكون في رؤية وطنية كبيرة الكل يدفع في اتجاهها، مو بس عملية إعلامية وضغط، ولكن لما توصل إلى النتيجة المطلوبة ما في جواب، ما في يعني أكيد في جواب، في ناس مؤهلين موجودين يطرحون الجواب الصحيح، ولكن لازم يكون الضغط كله في اتجاه هذا الجواب. أنا أعتقد إحنا محتاجين إلى مشروع نفس مشروع توطين الوظائف في السعودية، مشروع رائد جداً
يعمل فيه. يعني هذا فتح بالمناسبة مجال الكثير من البحرينيين للعمل في السعودية، على أساس أن دول الخليج تعتبر المواطن، دول الخليج كالمواطن المحلي. فيعني عندنا الكثير من الأصدقاء اللي يعملون في دول مجلس التعاون أو بالذات في السعودية، اللي تم تحديد مجموعة كبيرة من الوظائف لا يجب أو غير مسموح بشغلها للعمالة المهاجرة، وإن كان موجود على رأس العمل أحد من العمالة المهاجرة يشترط عليه تقديم مرشح بديل يعمل وياه لمدة سنتين، ويقدم إلى وزارة العمل خطة بهذا بتدريبه، بطريقة تدريبه وموعد إحلاله مكانه. هذه لو قلنا فعلا في خلل في الخبرات، هذه الطريقة الصحيحة اللي احنا نسوي فيها، ناخذ الخبرة من الخارج ونحولها إلى شخص من الداخل. أنا أعتقد يعني في عدة جهات يعني أساسية معنية في هذا الملف، على رأسهم وأولهم واللي كان لها تأثير جدا كبير في الوضع اللي وصلنا له، هو مجلس التنمية الاقتصادية، وهو اللي يتصدر مسألة الاقتصاد الحر ورؤية والسوق المفتوح. وللأسف يعني إن رؤية 2030 لما انطرحت في يعني في إدانة مغلطان في 2008 و 2009 كانت تتبنى الرؤية اللي وصلت الاقتصاد العالمي كله إلى الأزمة الاقتصادية العالمية. مهم إن مجلس التنمية الاقتصادية اللي يحرك الاقتصاد في البلد ينتبه ويحط من ضمن خططه ومن ضمن توجهاته مسألة البحرنة. وزارة العمل، وزارة العمل لازم تطلع راسها المدفون في التراب إلى برا وترفع راسها وتطالع الوضع اللي صاير. وأنا أعتقد على المسؤولين في الوزارة أن يتحلون بالشجاعة لطرح مشاريع جديدة، مو بس التفاف. تعبنا من الالتفاف على الأرقام وحفظنا الأرقام وفندناها عشرات المرات. لازم يكون في جرأة في الطرح، وطرح مشروع قوي مع التنسيق ويا مجلس التنمية الاقتصادية مع الجهاز الحكومي بشكل عام. لازم يكون هذا هدف البلد. أخيراً وزارة التربية والتعليم، أنا أعتقد فاقدة إلى 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 البوصلة، إلى المستقبل. العالم يتغير بسرعة كبيرة جداً، سوق العمل يتغير بسرعة جداً كبيرة. وزارة التربية والتعليم تعيش في الماضي وما بتقدر تنتج شيء إلى المستقبل. شكرا. نشكر الأستاذ يحيى المخرج على ورقته القيمة. نفتح الباب للمداخلات، بس يعني سامحوني بعض الوجوه ما أعرف أسماهم. شو اسمك؟ أبو علي. سلوى سيد. أبو علي حمد. إن شاء الله. إن شاء الله. شو اسمك بالخير؟ منير. أوكي. أبو بدر. سيد مجيد. أيوة. ستيش برينج مايك. اكو موجود مايك. تفضل ابو علي عطى. تفضل. أشكركم جميعا على هذه الندوة الثرية. كان الهدف الأساس من إنشاء هيئة تنظيم سوق العمل هو أن يكون هيئة تنظيم سوق العمل وتمكين أن يكون البحريني هو الخيار الأول في السوق، فتحول بعدها إلى الخيار المخلل في السوق. أوكي. في ظل عدم الثقة في إحصائيات وزير 4% حول البطالة،
نرى غياب تام إلى دور مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسهم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، حيث أصدر بيانا على استحياء بعد هذه الهجمة الشرسة على وزارة العمل وبحرنة الوظائف، فكان البيان على استحياء. سؤالي للأستاذ من اتحاد نقابات عمال البحرين، لماذا لا تطالبون بإشراككم في عملية تسجيل العاطلين؟ لأننا لا نثق في هذه الأرقام. ندوة البحريني أولا، وأذكر ذاك الشخص الأجرب الذي قلب الطاولة وكل الفضل له، قلب الطاولة على سعادة الوزير. ندوة البحريني أولا. سؤالي إليك أستاذ محمد حسن، دلالات غياب ديوان الخدمة المدنية عن البرنامج الوطني للتوظيف والذي وصفه الأستاذ عبد النبي سلمان بأس الفساد أو أس البلوى ويمارس التمييز. السؤال الأخير إلى أستاذ يحيى، الإي دي بي دائما يقول إن البحرنة تتعارض مع attracting foreign direct investment، فممكن نعرف شنو تحليلك لهذا الموضوع؟ شكرا. أخت سلوى. مساء الخير. طبعا احنا اليوم الندوة فعلا فعلا تكون متحبسة إلينا وتكون يعني من ضمن حياتنا. أنا بالنسبة لي كنت ممرضة، طبعا أول شيء بدخل في مجال المؤقت العقد المؤقت، من ضمنهم ولدي صاد له هذه الحالة. اشتغل في بن هندي سنتين وفنشوا، وكان عليه قرض وعليه قرض سيارة. القرض البنك بدأ على ما قال الأستاذ جعفر إنه بدأوا يسحبون السيارة وبدأوا يودونه لمحكمة. لما حاول ما رجعوه، فالحمد لله بعدين حصل في عند خليل. هذه حالة. الحالة الثانية بنتي متخرجة بكالوريوس إعلام من 2015 إلى حد اليوم ما حصل وظيفة، وكل ما تروح مكان وتقدمت لتمكين كذا مرة بس ما في مجال. آخر مرة حين توظفت عند سفريات، فقال لها صاحب السفريات إذا تمكين ما ساعدتني ما بقدر أوظفش. هاي حالة. الحالة الثالثة صديقتي تشتغل عند دادباي في معهد اللي في باربار، لحد الحين مسكينة 3 شهور ما يعطيها راتب، وكل ما تقدم له قال لها هالشهر، وهي واحدة مسؤولة عن بيت، زوجها بعد ما يشتغل ومسؤولة بنتها في الجامعة تصرف على بنتها، وقالوا لها إذا تروحين تشتكين وزارة العمل انفنش. هذه حالة توها أمس بعد شاكية لي. هاي حالة. الحالة الرابعة التمريض، بما أنني كنت في التمريض فعلا وزارة ديوان الخدمة المدنية عند التمييز من 2011 بدأ التمييز في التوظيف، يوظفون الناس اللي متخرجين من ثالث إعدادي. من ضمنهم حالة أعرفها صارت صديقتي، اشتغلت وبعدين قدمت على توجيه منازل. طبعا هاي هني بعد في تميز، فعلا في تميز. الشيء الثاني الهنود، عندنا هنود واصلين الى الوضع الى سنه الحين تقريبا 35 سنه يشتغلون، وصلوا عمرهم للسبعين وللحين ما خرجوهم، بينما عندنا بنات متخرجين من 2014 ممرضات بحرينيه توهم السنه قاعدين ينادون ون 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 وحده وحده. يعني هذه الحالات اللي المفروض بعد انتم تطرحونها. وشكرا. سيد جعفر. مشكورين يعني على المداخلات، بس انا يعني بقول لكم يعني مسامحه، يعني اسمح لكم عذرا، يعني هو لما صفن العمل النقابي هاي المصيبه الكبرى، والمشكله ان النقابي يعني اللي بكون في مؤسسه او في شركه غير واعي نقابيا، يعني ما يدرك العمل النقابي، والنقابيين اللي يدركون العمل النقابي يبعدونهم.
فنت العمل النقابي هذا الطامة الكبرى. ثاني شيء الاتحاد عمال البحرين هو المعني للدفاع عن الطبقة العاملة. الآن وزارة العمل لما كانوا يطلعون سجلات وفريويزا حسب ما يقولون، قامت الحين وزارة العمل هي تتبنى الفريويزا، هي تعطي فريويزا. زين وين الاتحاد؟ ليش ما رفع الصوت؟ ليش ساكتين الاتحاد؟ يعني انتم نقابيين وجيتون يعني في العمل النقابي لازم تكونوا انتم اللي ترفعون صوتكم، انتم تدافعون عن الـ عن الـ عن الـ الطبقة العاملة. وهذا يعني شيء غير صحيح ان وزارة العمل هي اللي تعطي الفري ويزا. لا، وبعد الحين مو كذي، بعد المحلات الصغيرة بتسكر، يعني الورشات ما ورشات بتسكر ابوابها، يعني ما حد تشتغل لان ما تقدر اسمها تشتغل. زين وينكم يا اتحاد عمال البحرين؟ ليش ساكتين؟ يعني لازم المفروض النقابي هو المعني بالدفاع عن حقوق الناس، عن حقوق الطبقة العاملة. الآن يعني عن قضية الأطباء اللي خرجوا من برا، تعالوا والله أنت ما عندك خبرة، زين شلون يصير عندك خبرة؟ يعني حتى الطفل لما تجيب أمه شوي شوي لما يتعلم، شوي شوي لما يرضعونه، شوي ينقلب، شوي يحبي، شوي شو اسمه. فهذا شلون يصير عنده خبره؟ يعني الهواء يجي وقد راسه وتدخل عنده خبره، يعني شيء مع الاسف مؤسف. يعني يبغي التصدي، من واجب الاتحاد عمال البحرين ان يتصدى، ولا لا يصيروا في اتحاد عمال البحرين نقابي المفروض معني بالدفاع عن حقوق الناس. ولا شلون نقابي؟ كان قبل الانفراج السياسي كانوا النقابيين يعملون يدخلون بداخل المعتقلات، حتى في 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 حل البرلمان في 75 اول ما بداوا اعتقلوا النقابيين، لان عشان لا يحركون الشارع، لان يعرفون من بحرك الشارع. فاول ما بداوا بمملكهم خلهم داخل، احنا كنا من ضمنهم، يعني دخلوا داخل الزنازين. ليش؟ عشان لا يقومون بمسيرات. أنا الحين أشوف لها نيام، يعني نيام الاتحاد عمال البحرين سامعها، يعني لأن أنا أتكلم عن جرح هذا أتكلم عنه. شكرا أخ أستاذ منير سرور. السلام عليكم. شكرا وشي المنبر تقدمي على الامسيات الرائعة، وشكرا للمتحدثين. في الواقع طرحت، يعني الغالب طرح المشاكل والواقع الصعب اللي عايش فيه في البحرينين. والبحرينين يمكن ملف شائك وصعب شوي، داخل فيه أرباب الأعمال، الحكومة، الأفراد، المجتمع المدني. بس ما عرفنا شنو الحلول. نبغى حلول دائما. حاليا احنا في موقع، احنا ما شاء الله فيه كان ضغط شعبي وفعلا حرك ملف في البحرينين، يعني سواء كان وسائل التواصل الاجتماعي او الاشخاص. نبغى الحلول تكون حلول شوي دائمه، يعني مو حاليا في مشروع الوطني اللي يمكن عليه عندي في وزاره عمل بيعطيك حل مؤقت، بس مو في حلول دائمه. والبحرين يلام، هل كلام صحيح ولا يلام؟ البحريني عنده مناسبات وعنده غير قاعس في العمل، هل هو فعلا هالكلام صحيح؟ وشون عالج، شون نخلي البحريني يكون هو الافضل؟ يعني نبغى الحلول، ونبغي شلون يكون البحريني كمقترح يكون هو الافضل. دائما يلام، يقول غير ملتزم، غير مدرب، متقاعس، عنده مناسبات دينيه وايد تغير فيها. شلون نقول للرباب العمل هالكلام غير صحيح؟ وشلون يكون هو الخيار افضل ويكون نغيره؟ وشكرا. ابو بدر. وبعدين سيد مجيد صوبة. مشكورين، الكلام اللي قلتوه يرد يخلينا نفكر في الأشياء اللي دارت علينا. لازم احنا نعرف والكل عارف ان الترابط العمال، احنا نسبة الأجانب في البحرين 60% و40% بحرينيين. اول ما كانت الشركات او المقاولين
يأخذون قرار، لأن ترابط العمال كان وايد قوي، كان وايد قوي ترابط العمال، لأن كانت النقابات لها دور والأشخاص كلهم دور والإخوان كلهم بعضهم بعض لهم دور. حتى تيم الريوق وتيم الغد تلقى العمال يقعدون في نفس الشركات والمقاولين، كان ترابط قوي. الشركة مو كفو تجدم على شيء تسويه، ولا المقاول يجدم على شيء يسويه. ليش؟ لأن الشعب كان مترابط، كانوا يتلاقون، ما كان في اتصالات بالتلفونات، كانوا نواصل العمال من أي صوب في أي محل، وإذا كلمة تبه تصير تشوفها تصير في أي محل، سواء كم أي شركة وأي مؤسسة، تلقى البحرينيين موجودين ويدرون في وين. يعني حتى لدرجة العمال يطلعون ساعات بعد قبل هذا العفو في البحر، تلقى ترابطهم في البحر، ضرباتهم في ضربات البحرين في كل محل تلقاهم مترابطين، وكان قلب واحد ويد واحدة. احنا شعب واحد مو شعبين، كنا نحب بعضنا بعض ونلم بعضنا بعض. هذه اللمة اللي قالت مو كفو تجدم عليها الشركة تاخذ قرار، ولا الحكومة كانت تقدر تحسب ألف حساب، وإذا تاخذ قرار تلقى يوم الثاني الكل يوقف والكل يطلع في الشارع، وين فلان وين فلتان. قالت مطالب العمال ثابتة، حتى النقابات تشكلت في تلك الأيام، يعني تصور النقابات تشكلت. الحين النقابات مو متفق، المفروض النقابات يتفقون بعضهم بعض، هذا من إخوان، كلكم مبدأكم واحد وكلكم يدكم واحدة، هذا اللي رابط العمال وخلي شعب البحرين عيونه فوق. مشكورين. شكرا للأخوة أعضاء المنبر التقدم على هذه الأمسية الطيبة. أنا بتكلم من موقع عملي كرئيس نقابة. المشكلة ليس في بس الوزارات المعنية، المشكلة بعد فينا احنا جزء فيها كبير. طبعا لما نتكلم احنا كالنقابات ان فينا جزء كبير، او خلنا نقول الجميع، حتى المؤسسات المجتمع المدني، لما نطالب نقول حقوق الإنسان، لما نتكلم عن حقوق الإنسان معناته احنا رفعنا الراية الإنسان فقط، ليس البحريني أولا. هذا اللي عملت بوزارة العمل وعملت بسوق العمل لما حطوا نظام فليكسي ووركرز، هو صورة جميلة في إطار أجمل. منظمات العمل الدولية رحبت بالمشروع، بل صفقت للبحرين، تعتبر من أول الدول اللي شالت الكفيل، وهذا اللي نجحت فيه الحكومة بامتياز. احنا كنقابات اليوم نمثل البحريني والأجنبي، وعدنا سباق في استقطاب عضوية العمال موجود، خاصة بعد 2011. وأنا بقارن قبل النقابات وأيام اللجان العمالية، أيام اللجان العمالية ما كان هناك موجود عضوية، كل لجنة عمالية تمثل مؤسستها بجميع أطيافها، وتذكر دائما في بنودها في جدول أعمالها البحرنة والتدريب، البند رقم واحد البحرنة والتدريب. بتكلم بإحصائيات موجودة عندنا، أن كانت توضع في أيام لجنة العمالية في عمال البحرين، لما أجي المحاضر، أن كل الشركات أنهم عندهم البحرنة البحرنة. اليوم كل النقابات رفعت هذه الكلمة، لأنه مثل الأجنبي مثله ويدافع عنه كعضو عنده. إذا أنا هاجمته كنقابة وهو بيروح النقابة الأخرى. أنا أتكلم ما بعد 2011 تم تغيير البوصلة كاملة بشكل كبير، تغيرت هذه كلش، الحركة تغيرت، صار استقطاب وحتى سباقين يكون موجود بين يمكن الاتحادين من يستقطب الأيدي العاملة الأجنبية. موجود عدنا لما نقول حقوق الإنسان، عدنا العمالة الوافدة ليس المهاجرة. لما نتكلم نقول عمالة المهاجرة، أنا أعترف بك مواطنة، حقوق له وواجبات عليه بعد، لأنه يحق له لما أقول مهاجر حتى يصوت في المجالس البلدية، يحق له التصويت في المجالس البلدية لأنه هو يعتبر حق ويدفع رسوم. لكن لما أتكلم عن وافد يجي لفترة معينة. احنا عدنا مشكلة كبيرة نواجهها في النقابات، جزء كبير نواجهه كامل في النقابات،
بعد 2011 لا نستطيع مو فقط الاضراب، حتى الاعتصامات ما نقدر ننفذها. طبعا وزارة العمل لها دور كبير برفع راية الأجنبي وحقوق الإنسان موجودة عندهم، أهم من استطاعوا فعلا ليس الاتحاد. أنا طبعا أتكلم من هاجس السيد اللي تفضل بسيد جعفر أبو بدر، صحيح، بس هذا تتكلم ما قبل 2011. بعد 2011 الأمور كلها تغيرت بشكل كبير كبير كبير. ما نستطيع إحنا اليوم نغير هذه البوصلة لولا نغير أول في نفسنا. إحنا إذا اعترفنا بحقوق الإنسان، أنتم كحقوقيين موجودون وكجمعيات لا تستطيع أن تقول البحريني أولا، لأن في قانون العمل 2012 لا يوجد البحريني أولا، تم هذا رفعه. نفس الشيء أنتم كجمعيات سياسية أو جمعيات أهلية تقول البحرين، وطبعا قالوا الأخوة ذكروا أن لا فصل عندنا في التمييز في الجنس وفي العرق، واتفاقية البحرين 2001 وقعوها موجودة وإحنا صفقنا لها، كذلك الاتحاد أيدها، والاتحاد دائما يذكر أن يقول العمالة المهاجرة، بس داخلنا إحنا نقول عمالة الوافدة، لكن لما أروح منظمات العمل الدولية نقول العمالة المهاجرة لها حقوق ولها واجبات. وشكرا لإطالة، عندي نقاط أكثر بس أعطي الأخوة مجال آخر. شكرا سيد مجيد. الأستاذ حمد عثمان. أعتقد أنه كلامنا سيدخل في نطاق التشخيص، ولأني أعتقد أن موضوع العلاج بيد الحكومة، لو الحكومة أرادت هذا، الواقع أنه ما فيش محاولات حكومية جادة وحقيقية للبحرنة ولإصلاح سوق العمل. سأتحدث بعض، يعني لدي بعض النقاط. الأجانب في القطاع الحكومي مثلاً تبلغ نسبتهم ما بين 14 إلى 17%، فنحن نتحدث عن 6 إلى 7 آلاف موظف أجنبي في الحكومة، يعني ما بين كل 20 موظف بحريني أو كل 20 موظف هناك 3 أجانب. هذه النسبة كبيرة جدا. نعم نحن بلد صغير ونحتاج إلى خبرات الأجنبية، لكن هذه النسب قد تصلح للبحرين قبل 70 عام، لكن ربما لا تصلح الآن في ظل 100 سنة من التعليم، في ظل هذا الثراء والنفط وما إلى ذلك، في ظل هذا الاتصال بالخارج. المشكلة أيضاً أن ليس فقط لارتفاع تكاليفهم، ولكن الكثير منهم موجودين في تخصصات غير نادرة يستطيع البحريني أن يحل محلهم، IT، محاسبين، قانونيين، أمناء صندوق، وقس على ذلك أعداد كبيرة من الأجانب في الحكومة. أيضاً موجودين في مختلف وزارات الدولة كثير من المسؤولين للأسف، وهذه كبار المسؤولين في الحكومة لديهم مستشارين خاصين. هؤلاء المستشارين الخاصين يقومون بالتفكير عن المسؤول اللي وضع في مكان مو في مكان الصح أو شخص غير مناسب في الأصل، يعدون عنهم الرسائل، يعدون عنهم الكلمات، يفكرون عنهم، يخططون عنهم هكذا. عندما تعين شخص مناسب لا يحتاج لهذا الكم الكبير من الأشخاص. أنا أعتقد أن هناك دور كبير. يعني أنا سأتحدث عن حادثة ربما مذكورة كانت في الجرائد قبل سنوات. كانت هناك اتفاقية بين إحدى الوزارات، اتفاقية بحرينية مصرية، كان الوفد المصري، والصورة موجودة في الجرائد، كانت الوفد المصري كله مصريين، والوفد البحريني يمثل تلك الجهة الحكومية مصريين أيضا. فأنت تتحدث عن مصريين وكأننا جالسين في، يعني وحسن يعرف، في الدقي ولا في المهندسين، يعني ما كان حتى بينهم واحد بحريني. إلى هذه الدرجة من الحال وصل ابنه في نطاق الحكومة أو في الحكومة تحديدا. أيضا هناك نقطة أخرى يجب أن لا تغيب عن بالنا، ارتباط، هناك ارتباط نسبي ما بين الأجنبي والفساد. حالات عدة حدثت على امتداد العقود الماضية، عندما أعطي للأجنبي سلطة كان يسيء استقلاله، وهذا واقع. وإذا قست يعني من بداية الثمانينات وحتى الآن هناك حالات كثيرة، بعضها أعلن عنها وبعضها لم يعلن. من واحدة من هذه الحالات كان في إحدى مؤسساتنا التعليمية، دون أن نذكر تفاصيلها، ذكرت في الجرائد أيضا، طاقم أجنبي وضع
مارس فساد. أنا الحقيقة يعني بحكم عملي وبحكم اهتمامي اطلعت على كثير من التقارير المالية، أو ما استطعت أن اطلع، أزعم هكذا أن كثير من التقارير اطلعت عليها، ولكن لم أقرأ في حياتي تقرير مكتظ بالمخالفات كهذا التقرير اللي كانوا أبطاله أجانب. طبعاً البحريني لا يستطيع أن مهما وصلت قدرته في هذه المسألة لا يستطيع أن يفعل ما فعله. نقطة أخيرة هو ما يتصل بالعمل في القطاع الخاص. أنا أعتقد، وصلحوني أنتم أخبر مني بهذا، أعتقد البحرين هي الدولة الوحيدة في العالم اللي يدير سوق العمل فيه ثلاث جهات. كنا قبل إنشاء هذه المؤسسات كان الهدف الرئيسي كما تفضل الأخوان البحرين أولاً، أو البحريني أولاً، أو البحريني هو الخيار رقم واحد. هذا الخيار لم يتحقق لأن نسبة العمالة في البحرين زادت عن ذي قبل، بل نسبة السكان يعني الأغلبية هي أجنبية. وبالتالي يعني لماذا كل هذا الصرف وهذا الهدر في المال؟ تمكين تعاني من تبذير في المال، هناك مجالس إدارة هنا وهناك، وهناك تشتت في اتخاذ القرار. كل هذا الكلام أنا أعتقد، وكثير من المشاكل، وربما الفيزا المرنة هذه آخرها كان، أنا أعتقد وهذا رأيي أيضا، العودة إلى النظام السابق، لأن أنا أعتقد كل هذه المشاكل كانت وليدة هذا التغيير في هيكلية سوق العمل. أنا أظن أن هناك دور كبير على ديوان الخدمة المدنية، للأسف ديوان الخدمة المدنية تارك الحبل على القارب. هناك دور كبير على الأخوة في ديوان الرقابة المالية، ربما التقرير يعني على الأقل اللي طلعته أنا، التقرير الأخير كان تناول موضوع وزارة الأشغال فقط، لم يتناول باقي الوزارات. هنا وتحدث عن وزارة الأشغال تحديدا لأن في عمالة أجنبية استمرت لثلاثين عام، وكما تفضل أخوي أبو حسن الأجنبي يأتي ليعطي خبرته كامل خبرته ويذهب، يعني ما لنا شغل فيه، سنة سنتين خمس سنوات وخلاص، فما لا أن يستمر لثلاثين سنة معناته أن عندك مشكلة، أن تنتشر أو موجود في كل الوزارات معناته أن عندك مشكلة، أن يحتل وظائف يستطيع البحريني أن يحلها أيضا عندك مشكلة. شكرا، آسف على الإطالة. أخ سيد فلاح وبعدين فاضل. قبل ما نعطي بعدين الكلمة حق الأخوان. شكرا لمدير ندوة، شكرا للمتحدثين، لأن حقيقة هم أفاضوا، خاصة إذا وأعتقد كذلك المتحدثين في من داخل القاعة. لو أردنا أن نستعرض القضايا اليومية أعتقد لن تكفينا أسبوع مو يوم بعد. للأمانة إحنا من فتحنا مكاتبنا يعني تقريبا شبه أن الموظفين في المكتب هو فقط حق يسجلون هذه القضايا. أنا أعتقد أن النقطة المهمة الأساسية هو النهج المتبع في إدارة هذه العملية. هناك نهج وهناك مسؤولين يصرحون ليل نهار أن البحريني لم يعد هو الخيار. هناك تغيير قوانين حدثت خاصة مع من بداية ما سمي إصلاح سوق العمل، وتم تمرير أن إحنا سنرفع مواضيع أو المواد الحمائية أو اللي تحد بنسبة البحريني على أساس نسوي هناك أو نخلق وظائف نوعية للبحريني، وتم تمرير هذه الادعاءات. وللأسف في هناك عديد من الشخصيات مرت عليهم انطلت عليهم أو القوة انطلت عليهم هذه الادعاءات، إلى أن وصلنا إلى أن المسؤولين الآن الماسكين بهذا الموضوع هم يقولونها صراحة. عندما يتحدث واحد إحنا لا نستطيع أن نحدد مهن محددة أن سوق البحرين اقتصاد البحرين مفتوح، أنا ما أعرف يعني هل اقتصاد السعودية مغلق أو اشتراكي أو إيش، ما أدري يعني كيف. عندما يكون أحد المسؤولين يقولها بصريح عبارة لم يعد البحرين هو الأخ يعني، ويستمر ونرى أن الأزمة هكي في استفحال. كلمة أقولها حقيقة، في 2015 كان هناك منتدى التنمية والتشغيل في العربي في الرياض في المملكة العربية السعودية، كان هناك واحد متحدث حقيقة، هذا المتحدث كان أحد مسؤولين واضعي سياسات الحزب الحاكم الحزب الوطني في مصر أيام مبارك، وهو اسمه دكتور رأفت الضوان، قالها بصريح عبارة، قال تأتينا المؤشرات الاقتصادية ونضع عليها السياسات، ونحن نعتقد بأنه مؤشراتنا هناك تنمية كبيرة،
وهناك نمو في الاقتصاد، يقول لي لا انفجرت التحرير. أعتقد إذا إحنا حسب التصريحات اللي تصرح فيها مسؤوليننا فهذا مصيرنا أيضا. أما أن إحنا نواجه الواقع بصورة حقيقية واقعية، هناك في أزمة. أنا أعتقد أيضا أن مهما ما شغل أو ميز العامل الأجنبي أو فضل، هو لا يميز أو يفضل لسواد عيونه، هو يميز لمسألة استغلاله. يمكن أشار رفيق يحيى كيف يستغل هذا العامل. صحيح هناك أعمال ذات مردود إيجاب تروح ليد عامل أجنبية، وهذه داخلة يمكن في الفساد، في موضوع الفساد. أعتقد إحنا محتاجين أن يستمر هذا الضغط حقيقة. هذا الموضوع الآن في الوقت الحالي وضع فوق الطاولة، كان يراد إلى أن يبقى تحت الطاولة، أن يبقى لا يمس. في الوقت الحالي أنا أعتقد أن استطعنا في داخل المجلس النيابي، في داخل المجالس، ما بين الناس، أن يطرح فوق الطاولة. هناك قوة تريد إلى أن يرد يخفت. أنا أعتقد أن احنا في حاجة أن يكون هناك ضغط شعبي متواصل في هذا الموضوع إلى أن يوجد لحل. وشكرا. الشكر موصول إلى المحاضرين ومدير الندوة. أنا بركز على عنوان الندوة اللي هو البحرنة هدف استراتيجي أم ردة فعل آنية، لأن بالفعل إذا احنا وقفنا أمام هذا العنوان هو المفصل، لأن لكي لا نتعاطى مع البحرنة كأنه شكل فزعة صايرة لنا هالأيام في الميديا سوشيال، في يعني في كل محل موجود الآن الحديث عن البحرنة. هل هناك خطة واضحة استراتيجية من أجل بالفعل أن تكون البحرنة هي الهدف؟ يعني مو فقط شعار، أنا أقصد الدولة، هل بالفعل الدولة بتكون جادة؟ أما تطلع بس على التوظيف وكلمات هنا وشكر هنا، وفي النهاية ما في نتيجة، ما في توظيف حقيقي للعاطلين، ما في رقم حقيقي إحصائية حقيقية لعدد العاطلين في البحرين، لا في وزارة العمل ولا في تمكين ولا في أي جهة، ما في هذا الرقم. يعني يمكن تجتهد الجهات الأهلية وتجمع لها بس ما بتحصل الرقم الحقيقي لأسباب عدة، يعني مو الآن موضوع نقاشنا، ولكن علينا إحنا كقوة سياسية، كمنظمات مجتمع مدني، بالدفع باتجاه هدف استراتيجي، أي توضح خطط، تحط هذه الخطط على معدل سنوات إحلال البحرينيين، كذا سنة ينجز هذا الموضوع، خلال 3 سنوات يتم توظيف على الأقل 5-6 آلاف، خلال هالقد 10 آلاف، خلال هالقد كذا، يعني بما معناه نوصل إلى سنوات معينة البحرينيين انتهى موضوع إحلالهم في الوظائف محل الأجانب. وهذا علينا احنا نأكد على التوجه النواب الآن بدعمهم. النواب إذا لن يحصلوا دعم شعبي لا يستطيعون الوقوف أمام يعني ما تريد الحكومة حقيقة. شكرا. شكرا أخ فاضل. الحين نترك التعقيب للأخوان، نبتدي بالأستاذ جعفر. جميعا في الواقع ظهر أن الهموم كثيرة. أبدأ بأبو علي. طبعا البحريني هو الخيار الأفضل. المؤسسة اللي رفعت هذا الخيار وهي مسؤولة، عفوا اللي رفعت هذا الشعار وهي مسؤولة أساسا عن هذا، هي هيئة تنظيم سوق العمل. استراتيجيتها في 2004 ما خانتني الذاكرة، إذا تقراها 2006 كل التفاصيل تؤكد على هذا المفهوم، حتى هي التي وضعت 25% للتأكيد. فهي اليوم هذه المؤسسة اليوم هي التي تضر بهذا المشروع بقرارات كثيرة صدرت، على رأسها طبعا مثل ما ذكرت قرار الموازي وقرار المرن، وكذلك تراخيص العمل. لما ترجع لتصل تراخيص العمل فيها تغيير شديد بين مقارنة بالسنوات السابقة، ومتسارع كانت عدد التراخيص ارتفع بشكل خيالي جدا بعد ما جاءت هيئة سوق العمل. أما بالنسبة عن دور الاتحاد، ليش ما تطالبون بتشغيل العاطلين؟ أقول هذا لا، عفوا أنا آسف في مراقبة تسجيل العاطلين. طبعا هذا مفترض كلام صحيح، يعني مفترض اتحاد كله، ولكن بس بغيت بين شغله مهمه. برجع لكلام سيد مجيد،
احنا كنا سابقا في دخلنا في حوار قانون العمل، وكان حوار جيد حوالي 3 سنوات تقريبا عمل جديد. طبعا بعد ما تم الخيار، عفوا بعد ما تم النقاش وصيغ القانون، القانون اخذ الى مجلس التنميه الاقتصادي وتم تغييره. كثير من المخاطبات خاطبنا بها الوزاره، على سبيل المثال معرفه عدد العاطلين، الحد الاجور، وما كلها لا تجاب، مع ان هناك بما ان احنا اعضاء في منظمه العمل الدوليه شركاء، المفترض هذه الاحصائيات كلها تجي عندنا اول باول. حتى المخاطبات منظمه عمل دوليه للوزاره للاجابه على هذه الاسئله لا تجاوب الوزاره. على سبيل المثال كم عدد العاطلين في البحرين؟ اذا تروح الى دراسات في منظمه عمل دوليه تشوف كل الدول موجودين الا البحرين محطوط رقم. فما في اساسا ما في يعني تجاوب حقيقي حتى مع ان اتحاد العام نقابات عمال البحرين يفتح صفحه الكترونيه، يتجرأ يفتح صفحه الكترونيه على موقع لتسجيل العاطلين كجهه اخرى تقدم احصائيات. مقترح جدا محترم لكل التقدير، وفعلا انا لما اقترحت هذا الاقتراح على ذكرك قدمت لرئاسه الاتحاد والعمال الاتحاد يا جماعه زين، يجب اذا انتم ما تكون المجتمع كله من مؤسساتها لا يدق فيها رقم 4 مليار، فيجب تسجيلها. شكرا شكرا خلل الحين يعقب على السؤال. على كل حال شكرا للمقترح، وايضا ما يعني ان الاتحاد كامل وكل اللي يسويه صح يعني، شكرا على كل حال. يعني لابد في اخفاقات، لا اريد ان ابرئ يعني ساحه الاتحاد حتى لا اكون مدافع يعني غير صريح، هناك اخفاقات يعني اكيد في النقابات وفي الحركه النقابيه، سوف اتي لهذا الكلام ايضا. بالنسبه الى اختنا سلوى، تاخير الاجور البحث عن وظيفه يعني هذا الواقع هم كبير. يعني الان حوالي 400 موظفه تقريبا او ممرضه او اكثر عددهم ما تم توظيفهم، ما موجود جديه في معالجه البطاله. مثال بس ما بطول كثير في هذا الموضوع، ربط التراخيص مثلا في القطاع الخاص، باستمرار نقول اربط التراخيص بالشركات التي لا توظف البحرينيين، التي لا تعطي الاجور، ما في جديه. سابقا جت فترات ان مربوط التراخيص بالاخفاقات او بالانتهاكات اللي تقوم بها الشركات، فالشركات غصبا عنها تجاوب. اضرب مثال بسيط، مثلا سنه من السنوات كنا جامعين في اللجنه المشتركه، في مشكله احدى النقابات تنفصل رئيس النقابه مباشره، الوكيل الوكيل وزارة العمل كنا جالسين معه، اتصل مباشرة، طبعا أنا أتكلم عن 2010، اتصل مباشرة بالشركة قال رئيس النقابة يرجع، إذا ما يرجع بكرة ما تحصلون ولا ترخيص مباشرة. كان أيام وزير العمل كان مجيد، فهذا التهديد مباشر، فعلا تم إرجاع رئيس النقابة بعد يومين. فنحتاج إلى قرارات قوية بحيث أنها تغير، فقضية تمريض أو قضية أخرى ما في قرارات واضحة، ما في قوانين واضحة تفرض على أولئك المسؤولين أنهم يغيرون من سلوكهم العملي، بحيث أنه وكأنه شركة أو المؤسسة أو الوزارة كان وزارته والشركة كانها شركته. بالنسبة لأخونا مرير سرور، الحلول لمشكلة البطالة في كثير من الحلول، مع الساعة ما مداني أقراها، مثل ما قال اخونا يحيى، عدم وجود حد ادنى للاجور، عدم موائمه مخرجات التعليم مع الطلبات سوق العمل، عدم الالتزام وعدم تطوير نسب البحرين في قانون العمل، استحداث انظمه تسمح بزياره العماله غير البحرينيه في نظام مستحدث تسمح بزياره العماله المهاجره، بحرنه الوظائف التزام دستور يجب التقيد به، ما في التزام دستوري، لا تعارض بين البحرنه والوظائف. لحد الان في فكره مثل ما قلنا اخونا استاذ فلاح يروج عليها ان البحريني ليس كف في هذا المجال، إنشاء مجلس اقتصادي اجتماعي مكون من أطراف الإنتاج الثلاثة، مراجعة نظام العمل المرن والبحرنة، تطوير عملية التعليم، إنشاء مجلس أعلى للأجور، في كثير من الأمور يمكن يعني بس ما يمكن نتكلم فيها، يمكن فيها تفصيل وفيها كثيرة. بالنسبة لأخونا سيد جعفر، طبعا برد ارجع اقول ان انا على طاولة هيئة تنظيم سوق العمل انتقدت في اجتماع رسمي، انتقد العمل المرن والبحرين الموازي انتقاد
صارخ، كنت بوحدي ما كان محد معي، مجلس الإدارة كان يصوت إلى شيء آخر، قرار صدر بدون حتى قرار من مجلس الإدارة، وقلت هذا الكلام رسميا على الطاولة، صدر فوقي، قرار فوقي ما صدر من على الطاولة، وتم تمريره وهو البحرين الموازي دون قرار بدون مشاورة، مع أنه قانون هيئة تنظيم سوق العمل يؤكد على مشاورة مؤسسات المجتمع المدني والناس والاتحاد، إلا أنه لم يشاور أحد وأصدر القرار. ولاحقناهم في مراكش ورحنا وعرضنا إلى الناس مقتنعين مثل ما قال أخونا سيد مجيد، مقتنعين أن هذا القرار لصالح العالم، هذا قرار إنساني، وحاربناهم وكنا نتكلم في المجاميع العالمية على أن هذا القرار مجحف حتى للعمال المهاجر نفسه وللبحرينيين، ولكن في قناعة مع الأسف حتى عالميا أن هذا قرار إنساني يخدم الإنسان يعني. فتغييره يحتاج إلى إرادة شعبية سواء عن الجمعيات أو العمال مثل ما تفضلت أو ما شبه ذلك. بالنسبة لسؤالكم الآخر عن عمل الاتحاد، يمكن أخونا أبو بدر كذلك طرق لمسه. سيد مجيد قال إن الوضع ليس كما هو عليه قبل 2011، هذه حقيقة. لو تدخل النقابات وتنظر ما تعاني، والله لو أتحدث لكم عن معاناة النقابات استغرب لو بالتفصيل أتكلم. طبعا في نقابات لا زالت قوية محافظة على قوتها، بس في نقابات أصبحت يعني على الطرف. بعد 2011 تغيرت أمور كثيرة، وهذا الكلام طبعا سيد مجيد أكد عليه ولا أريد أخوض فيه يعني، لأنه كلكم تدرون. بالنسبة لأخونا حمد، الوقت داهم لنا، فأخ محمد بعد خمس دقائق. شكرا. اسمحوا لي أقرأ من الدستور المادة رقم 10 ألف: الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه التنمية الاقتصادية وفقا لخطة مرسومة وتحقيق الرخاء للمواطنين. ما في تحقيق الرخاء للأجانب ولا الوافدين ولا المهاجرين، المواطنين. وتحقيق الرخاء يلزم أن توجد لهم عمل. المادة 13 من الدستور تقول العمل واجب على كل مواطن، ما في غشمرة في الموضوع، واجب على كل مواطن. زين، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل. ما قال لكل أجنبي ولا وافد ولا من مش عارف إيش الحق في العمل، المواطن الحق في العمل، وفي اختيار نوعه وفق النظام العام والآداب. باء تقول تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه، ما قالت للوافدين ولا المهاجرين، مو شغلنا مو مسؤوليتنا. زين، لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية ومقابل عادل أو تنفيذ الحكم قضائي. يعني ما يصير واحد طبيب تقول له روح اشتغل فراش وتقول له أنت لأن هاي الوظيفة اللي عندي، أو اطرش مهندس تقول له روح اشتغل بواب وتقول له والله هاي الوظائف المتوفرة في وزارة العمل قبلت أنت في النهاية بتشتغل حصل 450 دينار وش ضرك تشتغل بواب. ما يجوز، لأن هذه ما يحقق الكرامة الإنسانية. واحد راح تعب. بعدين ينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية. وين العدالة الاجتماعية؟ تعطيه 150 دينار في 6 شهور، تقول لك قعد في بيتكم 6 شهور، وكل شهر تعال بصوم، يبصم حقه، أنت ما يسوي شيء. أنت تخليه يجي مكتب العمل حق شنو يسوي؟ تمام؟ فأنا تقديري هناك مشكلة رئيسية، غياب العدالة الاجتماعية. القوانين اللي عدلت في 2012 مخالفة للدستور على هالمواد. ما يجوز تقول أنت أن أنا عومت البحرين والسوق العمل مفتوح لكل من هب ودب. سوق العمل مفتوح بشرط سوق العمل يفتح حسب الحاجة، إيه، مو يفتح على مصراعيه كذي سداح مداح وكل من هبة ودبة يجي. زين، وبعدين أنا أختلف في تسمية إن العمالة المهاجرة، لا، فعلا مثل ما قال السيد عمالة أجنبية وعمالة وافدة جايين يشتغلون يخلصون فترة معينة لأن إحنا محتاجين لهم، إذا مو محتاجين لهم خلي يروحون بلدهم يا أخي. زين، في وظائف محددة إحنا ما نحتاج لهم.
زين اليوم انت مثلا لما تجي طالع جدول التقاعد الاختياري في حدود 3000 واحد ما كم طلعوا من التعليم، كارثه في 3000 يطلعوا من التعليم. عجل قالوا وش قالوا وش كانوا يسوون اللي في وزاره التربيه والتعليم. زين وبعدين اللي يقول ان الحكومه ما تقدر تسوي حل، ارجعوا ل 2011 لما صارت ازمه التعليم، الحكومه بشخطه قلم شغلت كل المتطوعين وثبتتهم وطلعت لهم جداول. يعني تقدرون تشخطة قلم تطلعون وظائف لكل العاطلين. شكرا. نقطة أخيرة، اسمح لي نقطة أخيرة، برنامج الحكومة اشترط مجلس النواب في الدورة الماضية وفي هذه الدورة، صحيح يعني سعادة النائب الأول، أن تلتزم وزارة الإسكان بإنشاء 25,000 وحدة سكنية. التزمت الحكومة في 2014، من 2014 ل 2018 الدورة الماضية الفصل التشريعي الرابع التزمت بتوفير 25,000 وحدة. ليش ما تلزمونهم يا أستاذ يا أسادتنا النواب ببحرنة الوظائف وخلق وظائف سنويا مثل ما قال سعادة وزير العمل؟ يقول عنده سنويا 8,000 خريج، في 2018 شغل 7,500. التعليق عليكم. شكرا. 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 تفضل. شكرا. أنا عفوا أنا ما علقت على أي أحد، أنا تكلمت بشكل عام لأن الوقت على البحريني أولا. اسمع. إيه معلش اسمح لي. ما في وقت سامح الوقت. دقيقة واحدة بس ما يخالف. شوف إحنا متفقين على أن المشكلة فيما يخص موضوع العمالة في القطاع العام هي في ديوان الخدمة المدنية، والإخوان النواب سواء كان النائب العشيري ولا النائب استاذ عبد النبي سلمان قالوا بشكل واضح ان هناك فساد. خل يعتبر هذا الكلام اللي قيل تحت قبه القضيبيه تحت قبه البرلمان بلاغ للنائب العام. احنا نطالب كنشطاء في المجتمع المدني، وانا اتكلم بصفتي ايضا نائب رئيس جمعيه البحرين جمعيه البحرين الاهليه، زين اعتبار هذا الكلام بلاغ للنائب العام. يا أخي ما يصير نائب يقول إنه أس الفساد في هذا الديوان وأنت تسكت عنه وتمشي الموضوع. حقق، لا افتح لجنة تحقيق أمام الأخوة في مجلس النواب، فرصة وواجب بفتح تحقيق في كثير من القضايا. يعني إحنا مثلا في حملة بحرنها قلنا إن في مشاكل واجد في وزارة في الشركة الفلانية وفي كذا وبالأرقام، حققوا فيها وجهوها أسئلة وقول حق الناس تعالوا شوفوا هالكلام صحيح ولا مو صحيح. شكرا. شكرا. الأخ عبد الله في مسألة الفورين دايركت انفستمنت إنه يتعارض مع البحرنة، أنا أعتقد يعني صحيح في حالتنا الخاصة، لأن أي مستثمر جديد بيفتح مشروع في البلد بينافس مشاريع ثانية موجودة، فإذا هو بينافس بأسس مختلفة يعني بشركات كلها عمالة مهاجرة رخيصة يفتح مشروع ثاني يفكر يعني أنه بيكون مبني على البحرينيين، أكيد بيكون في عنده صعوبة في المنافسة. مع أنه في يعني مثلا آيكيا الحين فتح برؤية يعني مختلفة ومركز على البحرنة، مركز على نسبة جدا كبيرة عنده في البحرنة بشكل طوعي، فممكن يعني التنفيذ، بس في قطاعات يمكن صعب فيها. بس السؤال الأهم، هذا الاستثمار الخارجي وش قاعد يقدم للبلد؟ يعني لا هو يدفع ضرائب، ياخذ كل شيء مدعوم، ما استفدنا منه. هاي شغلته يجي يعظم رأس المال لأصحابه ويطلع أرباح ويمشي. انا وش مستفيد لما مجلس التنميه الاقتصاديه يطلع يقول لي يعني استقطبنا رؤوس اموال بقيمه هالقد مليار؟ انزين من استفاد في البلد؟ يعني هم استفادوا، جو طلعوا من تاكس دوموسايلز، من 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 مكان يدفع فيه من مدخوله، في يمكن حتى على راس ماله يدفع تاكس، على مدخول انكم تاكس ماله يدفع، جاء يقدم نفس الخدمه ويجيب عماله رخيصه من الخارج وبدون حد أدنى للأجور وبدون متطلبات سلامة وبدون يعظم رأس ماله ويمشي وقت اللي يبيع الانفستمنت ماله ويمشي. فأنا هذا يعني ما له قيمة، ده كله اللي قاعدين يسوونه. في مسألة تمكين بعد، يعني
الأساس القواعد العالمية حطت إنه يصير في حد أدنى للأجور أساس الكل يكون في 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 موقع واحد في البداية، يعني لما سواء كعامل مهاجر أو محلي. هذا بشكل طبيعي يعطي أفضلية للمحلي، لأن العامل المهاجر بيحصل يعني لازم تعطيه سكن، تعطيه يعني أشياء إضافية على أساس يقدر يعيش. فهذه بشكل طبيعي يوفر الأفضلية إلى العامل المحلي. زي التمكين بالطريقة اللي سوتها وبرامج دعم الرواتب سوت العكس اللي ما حد سواه في العالم، نزلت تكلفة البحريني على أساس يقدر ينافس الأجنبي. ويوم اللي يخلص السنتين اللي تكلفته تصير خلاص بترجع بتصير مختلفة، يتنازل عنه رب العمل ولا المستثمر ولا بتسميه شركاتهم. يعني معقول هذا اللي يسوونه؟ يسوون كل شيء بالمقلوب، العالم كله ما يفهم ويسوي بطريقة معينة، وإحنا عندنا نطبقه بالعكس. يعني لازم يراجعون أنفسهم الصراحة، يعني وين يبون البلد توصل. أنا أتحفظ على كلامك أستاذ حمد، يعني على يعني ارتباط الأجنبي بالفساد. يعني هو في ارتباط أنا متأكد فيه لأجانب وفي لبحرينيين بالفساد، يعني ما أعتقد الجنسية مربوطة، ولا سمعنا عن دراسة قط يعني تسويها. صح نعرف عن واجد أجانب لهم ارتباط بالفساد، نعرف عن واجد بحرينيين، ونعرف أن في شركات واجد تقدم الأجنبي وتحطه هو رأس الفساد بدل عن صاحب الشركة وبدل هذا. فأنا يعني أعتقد يعني جانبت الصواب في هذه الفكرة. وأكد على نقطة أخيرة بس، أن إحنا يعني عدم مقدرتنا على الاتفاق على مسألة هي عمالة وافدة لو أجنبية لو مهاجرة، يعني تأكد على النقطة اللي قلتها، أن الحين هذا الحراك شلون بيتوجه، شلون بيروح للنقطة الثانية إذا إحنا في ذي القاعة مو قادرين نتفق على الحل أو على حتى على التسمية. مو قادر أعرف وش بيقدمون النواب كحلول، ووش المجتمع بيقدم كحل يصير عليه ضغط عشان نقدر يعني ننفذه. شكرا. شكرا. نشكر المتحدثين على ما أبدوهم من مداخلات وأوراق قيمة، ونشكركم على حضوركم، ونتأمل الالتقاء بكم في ندوات قادمة. ومشكورين.